هذه الحرب يعني مثل ما بدأت في 7 أكتوبر نستطيع أن نقول أنها مفتوحة على كل الاحتمالات، ومخطئ من يظن أنه يستطيع أن يضع حدود أو يضع إطار يعني يكون التصرفات السياسية أو التصرفات العسكرية ممكن أن تنحصر ضمن هذا الإطار. حرب مفتوحة على كل الاحتمالات وبدون أسقف، وهي أساساً تخطط كل الأسقف، ويعني من المعلوم أنه كان وصل ذروتها مع اغتيال القادة، سواء كان إسماعيل هنية في القائد إسماعيل هنية في طهران، أو أمس السنوار، وقبلاً سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله. إذن نحن أمام حرب بدون ضوابط، أمام حرب بدون أسقف، وأمام حرب بدون خطوط حمر، وهذا مؤشر أنه المنطقة بأسرها تذهب إلى مفترق جديد وفي مسار جديد، وكل المسارات السابقة التي كانت تتحدث عن تسويات معينة أو حتى عن مسارات سواء كانت التطبيع أو التفاهمات أو التحالفات الكبرى أو الخصومات الكبرى، اليوم هناك خلط أوراق في المنطقة، ومحاولة الاغتيال تدل على أمرين. الأمر الأول الذي أشرنا له أنه هذه الحرب مفتوحة دون أسقف ودون معايير، والأمر الثاني طبعا لها علاقة بمحور المقاومة وتحديدا في المقاومة بحزب الله، أنه هو بحاجة إلى أن يوصل رسالة بهذا الحجم بعد كل ما تعرض له، بعد كل النكسات، بعد كل الخسائر على مستوى القيادة، أنه لا زال موجود في الساحة، لا زال يتمتع بالقيادة والسيطرة، ولا زال يتمتع بالقدرة على المبادرة وعلى تسديد أهداف قد تكون ليست في بال أو في خاطر أو أبعد من تقديرات العدو وأجهزة المخابرات والأجهزة الأمنية التابعة له.